طيب المشروع بتاعنا عبارة عن ايه؟ المشروع بتاعي انا بسيط جدا جدا جدا. كل فكرته ان انا ليا يوزر نيم وباسورد بخش بيهم على البرنامج. لما بخش بيهم بلاقي معلومات تخصني. يعني ايه معلومات تخصني؟ ايه المعلومات اللي تخصني انا عايز اسجلها في البرنامج بتاعنا؟ انا مع البرنامج بتاعي بسيط جدا، كل فكرته ان انا عايز اسجل اسم الموقع والعنوان بتاع الموقع وهو بيعمل ايه واليوزر نيم والباسورد بتاع الموقع. عشان عندي مشكله كبيره جدا، بخش يوميا على 50 60 موقع وبعمل اكونت هنا وبعمل اكونت هنا وبعمل اكونت هنا عشان اعرف انزل حاجاتي واعمل الشغل بتاعي، وفي الاخر انسى الموقع. كان عندي موقع كان جميل قوي بيعمل كذا بس مش فاكر كان اسمه ايه، او عندي موقع بيعمل كذا بس مش فاكر كان بيعمل ايه، او اخش على الموقع يقول لي دخل اليوزر نيم والباسورد مش فاكر اليوزر نيم والباسورد ايه، نسيت هيصه. فانا هعمل البرنامج بتاعي ينظم العمليه دي، بس ان انا هخش باليوزر نيم والباسورد بتوعي الاقي مواقع، الموقع متسجل اسمه متسجل عنوانه بيعمل ايه، يعني نبذه كده بسيطه البرنامج. الموقع ده اللي بيعمل كذا 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 عشان لما اجي ادور ابقى ايه ابقى افتكر. فيها مشكله دي بس. لو يوزر نيم وباسورد تاني بتاع اخويا مثلا او بتاع اي حد بيفتح له المواقع بتاعته هو اللي مسجلها ايه اللي مسجلها هو بس. دي فكره البرنامج، برنامج بسيط جدا ومفيد جدا، مش اي مشكله. في اي مشكله اهو ما حدش بيقول في مشكله خالص، عايزين نعمل برنامج هيبقى على قاعده بيانات اكسس وي، هيتعمل بفيجوال ستوديو 2012 خلاص، مش هنعمله اس كيو سيرفر، هنعمله اكسس عشان تخرجوا الاكسس. بروح افتح الاكسس، نعم خدته اس كيو، افتح مايكروسوفت اكسس، عندي اكسس 2007 مش مهم. لا لا ما تقوليش عربي، لا لا المفروض تعملوه انجليزي، مش مهم يعني اعمل جداول بس عادي يعني مش قضيه يعني. ادي الداتابيز اهي وادي الفيجوال ستوديو. ابدا الاول بالفيجوال ستوديو ولا ابدا بالداتابيز؟ اعمل الفيجوال ستوديو الاول من فايل نيو بروجكت وفيجوال بيزك ويندوز فورمز ابلكيشن، اسمي ما ايه بروجكت او نسميه ويب سايتس المواقع. هيتسجل فين؟ على الدي، هو فولدر اسمه vb.net زائد اكسس، واشيل خالص دي يبقى ايه vb.net زائد اكسس، والمشروع يبقى اسمه ويب سايتس، يبقى اسمه ايه ويب سايتس، وادوس على اوكي. ليه عملت كده الاول انا؟ عشان لما اجي اعمل قاعده البيانات بتاعتي احطها جوه الايه جوه نفس الفولدر، احطها جوه نفس الايه الفولدر. طبعا انت عملت قاعده البيانات الاول مش مشكله، خدها يا عم وحطها جوه نفس الفولدر مفيش مشكله خالص. هاجي كده من هنا من القائمه بتاع زرار الويندوز ده واعمل ايه نيو، قال لي بلانك داتابيز، بلانك داتابيز، وجايب لي هنا الباص اللي هتسجل فيه. قلت له انا عايز اغير الباص، ادوس على الفولدر ده واروح على عديه او ما تعديهوش، وادور على في بي واكسس، وبعد كده ادور على فين هو ويب سايتس اهو، هلاقي فولدر اسمه ويب سايتس تاني خش عليه، هلاقي فولدر اسمه بن خش عليه، هلاقي فولدر اسمه ديباج خش عليه، وبعد كده سيف هنا. يبقى ايه؟ هنسيف في الباص بتاع المشروع، لو مشروع اسمه ويب سايت يبقى جوه ويب سايت، جوه ويب سايت، جوه بن، جوه ديباج، اخر حاجه خالص. واقوم داخل ايه؟ اقوم كاتب اسم قاعه البيانات وليكن اسمها ويب سايتس، ده بتاعتي انا. واقوم عامل ايه؟ اوكي. واقوم دايس هنا على زرار كرييت، واقوم نازل هنا على زرار ايه؟ كرييت. قال لي تيبل 1، قلت له اقفل تيبل 1 ده كليك يمين، قلت له كلوز، قفلته خالص. الكلام ده كله انتوا عارفينه خلاص. واجي هنا على 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 كرييت واختار تيبل ديزاين، واختار تيبل ايه؟ تيبل ديزاين. ادوس على تيبل ديزاين، قال لي هنا الفيلد نيم، هنا الداتا تايب، هنا الديسكربشن. هاجي على اسم على الفيلد نيم، اسم الحقل يعني، عند الفيلد نيم واقول له ويب او سايت نيم او سايت ايه سايت نيم، اسم الموقع، اسم الموقع
وده طبعا تكست وده نوعه ايه تكست لا يتعدى ال 50 حرف مثلا تكست. بعد كده هات هنا اليو ار ال يو ار ال عارفين يو ار ال اللي هو او اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه دبليو 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 دوت ال دوت كوم مش عارف شرطه العنوان ده لازم يو ار ال خلاص يو اي ار ال يونيفايد ريسورسز لوكيتور ما علينا خلاص حاجه كده هتاخدوها بالتفصيل الترم الجاي وعلى خير لسه في البدايه اختصارات الانترنت وبروتوكولات الانترنت والموضوع بتاع الحاجات دي هتاخدوه في ماده مش عارف اسمها انترنت لسه ما خدتوهاش ماشي خلاص يو ار ال ودي تكست وده ايه تكست طبعا نص كبير لان ده مع عنوان بيبقى عنوان مش ابوتيشن خالص ده اليو ار ال وعايز ديسكريبشن يعني ايه ديسكريبشن وصف الموقع ده بيعمل ايه وده نص طبعا كبير برضو يعني اقول الموقع ده اللي هو بتاع كذا 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 عشان ابقى فاكر يعني خلاص وي ام ايه وي تاني يعني الاكونت بتاعي اللي انا عامله على الموقع ده انا مش عامل اكونت على الموقع ده يبقى ليه يوزر نيم والباسورد بتوعي صح ايوه يبقى انا اقصد دول يبقى اليوزر نيم والباسورد بتوع مين اليوزر نيم بتوع الموقع ده او الاكونت او اليوزر اكونت يوزر اكونت اللي هو اليوزر بتاع الموقع ده والباسورد بتاع الاكونت بتاع الموقع ده طبعا اليوزر اخليه نص مثلا محدش بيعمل يوزر نيم اكتر من 20 30 حرف طبعا والباسورد كبيره 20 حرف ليه نمبر ما ينفعش اكتب الباسورد بتاعي احمد عشان اكتبه اي بي سي دخلنا داتابيس خالص ايه تاني بقى سؤالك معلش يعني البرايمري كي لازم يكون اقصر حاجه وحاجه مميزه وحاجه قصيره بقى مش لازم يكون نمبر او نص ما تفرقش معايا خلاص طيب هنا ايه المميز عندي ايه اللي ما يكررش السايت نيم ما بيكررش طب واليو ار ال ما بيكررش برضه بس السايت نيم كبير واليو ار ال اكبر ولا ايه ممكن اعمل له كود السايت الاولاني السايت الثاني السايت الثالث السايت الرابع كده يعني ممكن على حسب ما انت ايه حسب ما انت عايز هاجي هنا كده وما اقول له انا عايز اضيف بس مش معنى كده ان كله بقى الاقي الناس كلها عامله لي كده في كل الحاجات يعني العميل لا العميل مش لا ممكن يكون العميل ليه رقم معروف الموظف ليه رقم معروف مش لازم يكون رقم كده على طول عادي يعني فانا اجي لك كده كليك يمين واقول له ادراك صف اللي هي انسيرت رو خلاص قال هسميه ايه قلت له سايت نمبر بس السايت نمبر ده ملوش اي قيمه عندي ده كده رقم كده عمال على بطال ملوش اي صح لا الرقم ملوش اي لازمه فهقول له هنا ايه نوعه ايه ممكن اختاره ترقيم تلقائي يعني ايه ترقيم تلقائي يعني هو لوحده ياخد 1 2 3 4 5 6 لوحده مش لازم انا اقول له يعني مش لازم انا ايه اقول طبعا بس ده مش مستحب في كل الانظمه يعني مش مستحب تو ترقيم تلقائي عايز هو ايه الموقع الاولاني الموقع الثاني الموقع الثالث حاجه بالنسبه لي مش مهمه حاجه بالنسبه لي مش ايه مش مهمه يعني رقم الموقع مش مهم خالص وكليك يمين هنا قلت له ده مفتاح ايه برايمري كي قال لي سيف الجدول ده قلت له كليك يمين قلت له سيف قال لي هسميه ايه قلت له هسميه ويب سايت ويب سايت جدول الويب سايت جدول الويب ايه ويب سايت وعايز اعمل جدول تاني لليوزرز اللي بيخش كل واحد بيخش على البرنامج على 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 البرنامج ده يبقى ليه يوزر نيم وايه باسورد يخش بيهم يفتح له المواقع بتاعته اللي هو سايبها لوحده خلاص كده وهنعمل له كمان ايه باركود مع ان دي متوسعه شويه يعني بس مش مهم احنا الغرض ان احنا نجرب يعني الغرض ان احنا ايه نجرب عايز اعمل جدول تاني اقفل ده كلوز واجي عند كرييت واختار تيبل ايه تيبل ديزاين اقوم قايل اليوزر وده نص 30 باسورد وده نص 20 وبار كود لو كان ليه بار ايه بار كود طبعا لو كان اللابتوب بتاعي فيه
فينجر برينت. عارف الفينجر برينت ولا لا؟ ايوه بصمه كده يعني. يبقى انا بعتبر ان البرنامج ممكن اعمل انا بصبعي كده فيدخلني يعني. ايه المشكله يعني؟ خلاص نحاول نبقى نجربها مره برضو. مش مشكله خالص. باركود وده خليه نص عادي مش مشكله على اي رقم على 20 برضو مثلا. ايه اللي ما بيكررش هنا؟ اليوزر نيم ما بيكررش والباركود ما يتكررش. طب والباسورد ممكن يتكرر؟ انا عارف صدفه يا اخي. ممكن انا اجيب بالصدفه متعامل الباسورد بتاعي انا وانت مثلا. البرنامج ده بنستخدمه، ما هو البرنامج ده على جهاز واحد بس مثلا جهازنا في البيت فاحنا بنستخدمه كلنا. فجيت انت وتختار الباسورد بتاعك علي، وانا اخترت حظك بقى ان الباسورد بتاعي علي عشان مثلا ولد ناس اسمه علي مثلا ما نعرفش، هل معنى كده تفتح حساب بتاعي؟ ما تعرفش بقى. لازم يكون عارف اليوزر نيم كمان عشان تبقى تفتح الايه، لازم تفتح عارف اليوزر نيم وعارف الباسورد. يبقى الباسورد واحد لو انت عرفته مش ايه مش مهم، لازم يكون معاك الاثنين عشان كده مش ممكن يتكرر صدفه. وما ينفعش ما يتكررش. عارف لو عملته ما يتكررش يحصل معاه مشكله. ليه بقى؟ اجي انت عملت لنفسك ايه اسمك ايه؟ كرولوس. كرولوس ماهر مثلا، انت عامل الباسورد بتاعك على اسم والدك ماهر. خلاص؟ وجي اخوك لاجل الصدفه جه عمل الباسورد بتاعه ماهر. لو هيقول له كرر طب ما هو كده عرف الباسورد. صح ولا لا؟ يبقى الباسورد ما حدش يتكلم عنه خالص. ما ينفعش اخليه ما بيكررش، انا قلت خليه ما بيكررش يبقى انا هقول له ان هو كرر، يبقى هو عرف. يبقى ما ينفعش. طب الباركود ما ينفعش يكرر، كل واحد ليه باركود بتاعه لوحده. كل واحد ليه الباركود بتاعه ايه؟ لوحده. قلت له ماشي. نعم؟ مش لازم بقى نوسعها قوي يعني مش عايز الايميل هو اهو والايميل. ما انا مش عايز بس اوسعها معاكم بس بس ماشي. 70 لا هو لازم، انا جت في دماغي حاجات تانية. ما علينا. اليوزر نيم ما بيكرر. طب هو الباركود ما بيكررش والايميل ما بيتكررش، ولا ينفع الاثنين يبقى عندهم ايميل واحد بيشارك؟ ما ينفعش. خلاص كل واحد ليه ايه. طب ولا ده بيتكرر ولا ده بيتكرر ولا ده بيتكرر، انه البرايمري كي اليوزر نيم. اشمعنى؟ اقصر حاجه، لانه اقصر ايه؟ اقصر حاجه موجوده. ممكن الاسم يتكرر. انه اسم مفيش اسم مثلا. اليوزر مثلا ممكن يتكرر. لا ما يتكررش، ما ينفعش. ما ينفعش اليوزر يتكرر ابدا. يوزر نيم ما ينفعش يتكرر. كليك يمين واعمل له ده برايمري كي. الجدول كليك يمين قلت له سيف، قال لي هسميه ايه؟ قلت له هسميه يوزرز او يوزر بس يوزر. بلاش كلمه يوزر، كلمه ممكن تكون محجوزه. خليها ماي يوزر. ماي يوزر يعني ليه؟ يوزر بتاعك بتاع البرنامج يعني. ومدايس على اوكي. طيب احنا كده عملنا. بص معايا على السبوره بس انا عايز قلم، ويا ريت تنقلوا الكلام ده في ورقه كده عشان دي الاي ار بتاعت البروجكت، عشان ما فيش وقت ترسمها على الـ على الـ على البرنامج. هلاقي ايه؟ انا كده عندي كان اسمه ماي يوزر. ماي يوزر ده في يوزر ده يونيك، وعندي باسورد بتاعك العادي، وعندي باركود ده يونيك، وعندي ايميل ده برضه يونيك. تمام كده؟ وعندي الناحية التانية جدول اسمه الويب سايت. ويب سايت ده ليه؟ ويب سايت ويب نمبر، ما اعرفش ولا كانوا مسمينه ايه؟ كانوا مسمينه عشان يبقى الاسم بالظبط. سايت النوم، اسمه سايت النوم مش ويب النوم. سايت النوم، في عندي السايت نيم. عندي اليو ار ال. ها مش فاكر مع السبوره اهو والديسكريبشن. ها
وعندي اليوزر اكاونت وعندي باس اكاونت. طيب ايه العلاقه ما بينهم بقى؟ اليوزر الواحد اللي هو انا مثلا بيقدر يسجل كام ويب سايت؟ كتير وكتير ميني صح؟ ويب سايت امين. طب الويب سايت بيسجل يخص كام يوزر؟ كتير برضه. ما انا بخش بيوزر بس بسجل المواقع بتاعتي. واحد تاني بيخش بيسجل المواقع بتاعته ملوش دعوه بيا. صح ملوش دعوه ايه؟ ملوش دعوه بيا. الويب سايت يخص ايه؟ يوزر واحد. حتى لو كان نفس الويب سايت بيبقى بياناته مختلفه، بيبقى سجله هو بوصف يخصه، بيبقى ليه يوزر نيم بتاعه لوحده مختلف عن اليوزر نيم بتاعه، بيبقى ليه باسورد مختلف عن الباسورد بتاعي، فيعتبر الايه؟ بياناته مختلفه، يعتبر بياناته ايه؟ كل واحد بيسجل المواقع بتاعته اللي هو بيخش عليها ما ليش دعوه بالتاني. خلاص يبقى كل يوزر بيسجل اكتر من ويب سايت، ويب سايت بيخش يخص مين؟ يوزر واحد. دي كايه؟ كانتيتي ريليشن. كريليشنال بقى هيبقى عندي هنا ريليشن اسمها ماي يوزر عامله كده، فيها يوزر وده هنختار البرايمري كي او عامل كده هتحط كلمه بي كي، وعندي الباس وعندي الباركود وعندي الايميل. دي الريليشن الاولى. الريليشن الثانيه اللي هي بتاعت ويب سايت. الريليشن الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ ويب سايت. طبعا انتوا المفروض المشروع بتاعكم الحته دي خلاص خلصتوه، اللي انا بقوله ده خلاص خلص، المفروض تكتبه. تكتبوا المشروع عباره عن ايه؟ تبقى مكتوبه. تبقى مشروع عباره عن برنامج بيعمل كذا كذا كذا، ويتكون من يوزر، واليوزر ليه يوزر نيم وباسورد ومش عارف ايه، والتاني اللي هو الرغيش الحته الاولانيه. زي السؤال اللي موجود عندكم في الكتاب. بعد كده تحط ايه؟ ده اللي هيتطبع في كتاب المشروع. هتعملوا كتاب بس مش كتاب يعني 15 20 ورقه كده. خلاص؟ الويب سايت اقول له سايت ان هوم، وده اختاره هو الايه؟ البي كي بتاعي، والسايت نيم واليو ار ال والديسكريبشن واليوزر اكونت باسورد اكاونت. طيب عملت الريليشن الاولى وعملت الريليشن الثانيه اللي هو الجدول الاول والجدول الثاني. فاضل لي مين؟ اليوزر. العلاقه بقى الريليشن طبعا العلاقه دي علاقه هاز. يعني ايه هاز؟ كل يوزر ليه مجموعه ويب سايت صح؟ دي علاقه وان تو ميني. مفتاح الخارجي يجي عند مين؟ يجي عند اليوزر ولا يجي عند الويب سايت؟ هيروح للويب سايت. يبقى لازم اجيب اليوزر ده احطه على مين؟ يبقى هنا يوزر لو بتاع خارج انقطه كده واكتب على جنب كلمه اف كي واشاور اقول ده جاي من ايه؟ من هنا. والسهم يبقى رايح عند البرايمري كي كده. تمام؟ ده كده مشكله؟ بس خد بالك في عندنا كده حاجه اسمها يوزر اكونت وفي حاجه اسمها يوزر. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. فهمنا كده الشكل على السبوره؟ يبقى احنا كده فاضل لنا ايه؟ ما ضفناش المفتاح الخارجي ده في جدول الويب سايت صح؟ يبقى اروح على جدول الويب سايت ده كليك يمين كده واقول له عرض، اقول له ديزاين فيو، واجي هنا عايز اضيف مين؟ المفتاح الخارجي اللي هو اللي اسمه يوزر ده اللي هيبقى اسمه ايه؟ يوزر او اسميه يوزر نيم مثلا او اي حاجه. يوزر نيم. يوزر نعم يبقى نفس ال يوزر نيم. لا اليوزر الاكونت ده اليوزر بتاع الويب سايت ده. لا انا قصدي ان هو يبقى نفس الاسم. قصدي تشوف حضرتك نفس الاسم. نفس اسم ايه؟ ماي يوزر. ايه؟ انا حضرتك كاتبها نفس الكلمه ولا لا؟ ماي يوزر مش مهم. انت تقصد ان المفتاح الخارجي لازم يكون نفس اسم المفتاح الرئيسي؟ لا طبعا مش شرط.
مش لازم خالص. ادي اللي تحت هيجي اسمه يوزر، يوزر نيم مش يوزر. ينفع كده؟ مفتاح رئيسي يبقى بكلمة، مفتاح رئيسي يبقى بكلمة عادي. بس المهم لا، مهم يكون دي هما حاجتين لازم يكونوا متوفرين فيه، واحد واثنين. الأولانية لازم يكون نفس الداتا تايب، نفس نوعه، واثنين لازم يكون ايه؟ نفس اللينس، نفس الحجم. لو ده على ثلاثة يبقى ثلاثة، لو ده خمسة يبقى ده خمسة، لو ده 20 يبقى 20 كده. بس نفس النوع ونفس اللينس، لكن الكلمة اتغيرت مش مهم خالص. مش مهم خالص. تمام كده؟ طب هو التاني كان ايه؟ لازم يكون نفس النوع، لازم يكون نص ونص على كام؟ طب اليوزر ذات نفسه كان يوزر وكان نص وعلى 30، يبقى ده لازم يكون اليوزر نيم لازم يكون نص وعلى 30. وسيف الكلام ده، كليك يمين وسيف. خلاص خلصت، فاضل لنا نعمل العلاقه. احنا ظبطنا المفتاح الخارجي بس ما عملناش العلاقه. ظبطنا المفتاح الخارجي بس لسه ما عملناش الايه؟ العلاقه. اعمل علاقه ازاي؟ عم داخل على داتابيس تولز واختار ريليشن شيبس، اختار ريليشن ايه؟ شيبس. داتابيس تولز واخترت ريليشن شيبس، قال لي انه جداول، قلت له الجدولين دول، ودوست على اد. دوست على مين؟ قال بعد كده ايه؟ كلوز. واقوم مختار المفتاح ده، اقول ده وده، اشد المفتاح الخارجي واسحب لغايه لما اوديه عند مين؟ عند المفتاح الرئيسي، واسيب. قال لي جدول ماي يوزر حقل اليوزر، بص على على الاي ار بره، جدول ماي يوزر حقل اليوزر، جدول ويب سايت حقل اليوزر نيم. قلت له بالظبط، قلت له اخترت هنا ريفرنشال انتجريتي، واخترت هنا كاسكيد ابديت، وما اخترتش كاسكيد ديليت، ما اعرفش. وتحت ايه كاتب لي الداتا ريليشن شيب تايب، كاتب لي ايه؟ ها 1 2 ميني 1 2 ايه؟ one to many. ومعين له ايه؟ create. ومعين له ايه؟ create. خلاص عمل لي ايه؟ عمل لي ال database diagram او relationships زي ما انت عايز تسميها سميها. يبقى انت هتكتب الاول، بعد كده ترسم ال ER في الورق بتاعك اللي هتقدمه. تكتب ترسم ال ER relation وت ايه؟ وتجيب كمان المنظر ده، وتجيب ال database diagram ده او ريليشن شيبس، ذا بيز دايجرامز، ذا بيز دايجرام او ريليشن شيبس. خلاص كده، بس خلاص داتابيز كده. كل سنه وانت طيب، مش عايزينها دلوقتي، خلصناها كله تمام. اقفل ده وارجع للمشروع بتاعنا اللي هو بالفيجوال بيزي. نعم بس قلنا حاجه عشان الناس زينا بيسال، بيقول انا عملت داتابيز اصلا ولسه ما عملتش المشروع بتاع الفيجوال بيزك. مش مهم، هم تاخد ملف داتابيز وتروح تحطه جوه المشروع بتاعك، جوه الفولدر اسمه بن، جوه الفولدر اللي اسمه ايه؟ ديباج. تقوم عامل بيست للداتابيز. ليه؟ والمكان ده بالذات ليه؟ هنتكلم كمان شويه. ماشي يا عم، اعمل زي ما بقول لك بقى. خلاص، وهنشوف ليه، وهنشوف ليه وهيفيدنا في ايه واحده واحده. انا عندي المشروع مبدئيا شاشتين. الشاشه الاولانيه يدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعه او الباركود، خلاص كده، ويخش. اما يخش يفتح له الشاشه الثانيه اللي فيها الايه؟ الويب سايتس الموجوده مبدئيا كده. خلاص، فانا عايز اعمل شاشتين بس. ادي الشاشه الاولى، واكتب عليها، اخش على البروبرتيز واخلي الباك كلر ابيض واسميها لوجن. خلاص، ونجيب مثلا بيكتشر بوكس كده حلوه، نحطها هنا، وادور على صوره، ادوس على امبورت. ماشي، ممكن نختار صوت القفل دلوقتي، مش لاقيين اشخاص. ماشي، اوكي تمام، او نخليها هنا على الشمال كده. ومنزل ليبل، انا محتاج برضو اظبط الخط بتاع الشاشه بتاعتي. لا الصوت كده مش عاجبني. اريال بولد
على 12 مثلا او 14 زي ما انت تحب. اوكي وبعدين دي اخليها ستريتش او اوتو سايز. لا 100 حجمها حلو. اصغر الشيء دي شويه حلو. واجيب ليبل. لا وبعدين بقى قوم داخل على تكست وكاتب ايه اليوزر نيم واجيب له تكست بوكس كده ابن حلال تحتيه. شكله مش عاجبني التكست بوكس ده. ممكن اظبطه شويه اعمل له بوردر بوردر اخش على بوردر ستايل وخليه فيكسد عشان يبقى عامل بالمنظر ده. خلاص بوردر ستايل بوردر ايه ستايل بتاعتها فيكسد ومنزل ليبل كمان ومكاتب فيه باسورد ومنزل له تكست بوكس برضه اظبط البوردر ستايل على فيكسد وعلم عليهم كده واطلعهم فوق. طبعا تلاحظ ان في واحد ده داخل شويه ده طالع جوه ده طالع صح ممكن واقفين كده ومدايس ايه اللاين ليفت يعني كلهم يبقى نفس البعد على الشمال هتلاقيهم كلهم اتظبطوا على الشمال كده المفروض بالظبط. خلاص اللاين ليفت كده بالظبط. واعمل ايه تاني وحط زرار لوجن واكتب عليه لوجن. خلاص ايه تاني اطلعهم فوق شويه واحط ليبل الصوت هنا عشان عنوان المشروع واسميه ويب سايت سيفر ويب سايتس سيفر. وممكن اظبط له الفونت بتاعه بشكل مختلف بس ده عنوان يعني اختار مثلا نوع خط امباكت مثلا او اي نوع خط انا عايزه. اوكي عايز اخليه في النص بالظبط. خلاص سميناه ويب سايت سيفر. نعم يا ابني هنا بيخش يوزر نيم بس بيدوس على لوجن بس مش بيكاريت يوزر. خلاص متهيألي كده شكل اللوجن مبدئيا ظبطناه مبدئيا لسه هزود فيها شويه حاجات يعني. خلاص والشيشه الثانيه اللي هنسجل فيها بيانات الايه المواقع بيانات الايه المواقع هتبقى عامله ازاي. اجي من قائمه بروجكت اقول له اد ويندوز فورم يعني عايز اضيف ايه ويندوز فورمه ثانيه فورمه ثانيه. خلاص قال لي اد ويندوز فورم قال لي ويندوز فورم هسميها فورم 2 قلت له لا يعني ممكن نسميها اف ار ام سايت اف ار ام ايه سايت ومدايس اد ومدايس ايه اد. طلعت لي الشاشه الثانيه اهي بقى عندي شاشه اهي وعندي شاشه اهي ثانيه اهي. الشاشه الثانيه دي اخلي العنوان بتاعها ويب سايتس واظبط الفونت بتاعها. انا بظبط كل ده بظبط الديزاين بتاعي. خلاص اخليه نفس النظام اللي هناك اريال بولد على 12 زي ما اخترته بره عشان يبقى طعم المشروع واحد. ده اوكي
والخلفية تبقى أبيض. حلو. هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عاملة ازاي؟ انا عندي ويب سايتس كتير، عندي ويب سايت كتير. الاول اخليه يدخل بياناته هنا بتاعت الويب سايت، خلاص. هقوم عامل له من بلاش كومون، اختار مجموعة اسمها كونتينرز. كونتينرز يعني الحاويات، يعني الحاجة اللي بحطها واحط جواها حاجات تانية. واختار جروب بوكس، واختار جروب بوكس، نازل جروب بوكس كده واكتب فيه ويب سايت ديتيل. ويب سايت ديتيل يعني تفاصيل الايه؟ تفاصيل الويب سايت، خلاص. ماشي. وارجع تاني للكومون ومنزل هنا. اول حاجه عند الويب سايت نيم، السايت نيم، صح. واجيب له حدش بيرد عليا، ياك يكون حد سرحان، ومنزل تكست بوكس بنفس التنسيق بوردر ستايل على فيكسد. ده السايت نيم، محتاج اكبر الشاشه شويه ممكن. وراح التول بوكس او منزل ليبل تاني يو ار ال، ونزل تكست بوكس تاني. واختار برضو فيكسد سنجل. اليو ار ال قد يكون طويل شوية. حلو كده. جميل. خلاص. بعد اليو ار ال ايه تاني؟ محدش فاكر. ديسكريبشن. ونزل الديسكريبشن تكست بوكس برضو. حابب تكست بوكس ما شايفه ليه اهو. وبرضو خليه ايه فيكسد سنجل. بس ده عايز ممكن يكتب فيه اكتر من سطر، صح ولا لا؟ ممكن يكتب فيه اكتر من سطر. شايف السهم الزوار ده، دوس عليه واختار مالتي لاين، واختار مالتي لاين. مالتي لاين كده بقى تيجي تبص كده تكبر مين؟ قدرت اكبر مين؟ التكست ايه؟ التكست بوكس بتاعي. مش بس كده، ممكن اطلع له هنا سكرول، سكرول زي ده، شايفين ده؟ اللي هو كده يعني، عشان لو كاتب كلام كتير يعني، عشان لو كاتب كلام ايه؟ كتير، اقف عليه واجي على سكرول بار. عندي هورزونتال وفيرتيكال وبوث. هورزونتال ده اللي هو سكرول بار اللي هو زي ده من تحت. الفيرتيكال ده اللي هو فين؟ اللي هو زي ده. البوث الاثنين، البوث اللي هو الايه ونان مفيش. انا اختار مين؟ فيرتيكال بس. فيرتيكال بس. البوث ليه ده بس؟ خلاص تمام كده. ديسكريبشن واليوزر نيم والباسورد بتوع الاكونت. اليوزر نيم والباسورد بتوع الايه الاكونت. وجايب اليوزر نيم اللي عملته هنا ده، همسح نعكده هنا خالص. عشان اخترت ايه بس ده ما يبقى كلام مش بولد اللي هو توب ليفت. ماشي. اكتب هنا ايه؟ ها يوزر. بس انا خايف عشان كلمه يوزر دي تلخبطكم. دي اليوزر دي غير اليوزر اللي بره، خلاص. يوزر اكاونت
او الاكونت يوز او اليوزر نيم بتاع الاكونت ماشي المفروض تبقى معروفه. اليوزر نيم بتاع الويب سايت ده ونزله تكست بوكس وراح تكست بوكس اظبطه على فيكسد سينجل وتاني ليبل تاني سميه الباسورد ونزل له تكست بوكس تاني وخليه برضو فيكسد سينجل وده المين الباسورد ماشي ايه تاني بس حاجة تانية الايه سايت نمبر دول واحدين مش عايز اشوف هنا خالص عايز اشوف هنا خالص اعلم على دول كده عشان اظبطهم جنب بعض وامقل لهم ايه اللاين ايه ليفت يعني اخلي الليفت بتاعهم كلهم زي ايه زي بعض بس تلاحظ حاجه ده لازق في ده وده اكبر من ده وده اكبر بكتير عايز اظبطهم ممكن اقول له ايه اقول له ميك سيم هايت ارتفاعهم زي بعض لا ده الارتفاع دي مظبوطين عايزين البعد ما بينهم وما بين بعض يعني دي خلي الفيرتيكال سبيسنج ايكوال يعني المسافات اللي ما بينهم وما بين بعض خليها زي بعض دوست كده خلى لي بقى الفرق ما بين كلمه سايت نيم ويو ار ال زي ما بين يو ار ال وديسكريبشن زي ما بين ديسكريبشن وايه يوزر نيم لا انا نزلت اثنين ماشي يبقى انا ما يكونش ظابط دي هدول كلهم اللاين ليفت زي بعض والمسافات الثانيه ادوس على فيرتيكال سبيسنج ايكوال اهو تمام طيب ودول برضو حاسس ان في حاجه طالعه وحاجه داخله واخليهم ايه اللاين ايه ليفت كده مظبوط متهيألي كده تمام وزرار هسميه سيف ديليت ليه يا ماشي يا عم هو زرار ديليت عشان ما يزعلش لا بقى ما نهزرش بقى زرار ايه لا لا مش لازم جو لسه يدوس على جو ما هو يتعرض على طول طب ما نخلي الانترنت اكسبلور جوه الموقع بتاعنا اصلا جوه البرنامج بتاعنا ايه رايك؟ نخلي الموقع يفتح جوه البرنامج بتاعنا انا كل ما اعمل سيرش على اي موقع انا عايزه هيقعد يفتح؟ هيفتح هنا في تحت هنا ايه رايك؟ ولا تحب نخليه يفتح بره؟ يفتح بره يعني انا ادور عليه انا مش محتاج كل موقع انت برضه مش فاهمني هو عايز يعمله في نفس البرنامج انا عايز البرنامج بتاعنا لما ادور على موقع اما ادور عليه يقوم ايه؟ يقوم محملوه لي تحت على طول يشغله لي فاهمني ازاي؟ واعمل لك برضو الزرار لما اوكي تقوم فاتحه يقوم فاتح لك مش مشكله. بس برضو يتعرض جوه عندنا احنا عشان تتعلم ازاي يعرضوا عندنا احنا. اكبر برضو الزرار ده سيكا حلو كده. ده طوله كام ده؟ السيف ده؟ عايزين نعمل الديليت قده عشان بقى الزرار تخين والزرار رفيع ادور اشوف السايز لا السايز كام 114 31 يبقى اعمل ده برده 114 وايه مظبوط انا دوست في حته غلط ما علينا كده تمام دلوقتي لما اجي احرك دي بقى كله بيت ايه حرك معايا ودي الجميل اللي فيها بنفس الوقت ممكن اروح اخد العنوان المكتوب في الفورم الاولانيه اللي بتاع كلمه ويب سايت سيفر ده كوبي الليبل ده
واجي هنا وعملوا ايه بيست وحرك دي تحت السنة ماشي حلو قوي. وعايز تحت الحتة دي الحتة دي كده يطلع لي هنا ماشي او نقول مش عارف ممكن نخلي هنا في تكست بوكس يبحث بيه هنا يجي يبحث بايه اسم ايه اللي على الحاجه اللي عايز ادور عليها فنزله تكست بوكس مثلا او تنزله ليبل الاول عشان يعرف هو يعمل ايه سواء عليه بس سيبنا افكر كده اقول له سيرش فور ويب سايت في فكره عندك يعني اه قول طيب ممكن نعملها مثلا سيرش باي نيم بتاعه او اليو ار ال بتاعه اه موجوده الفكره دي مش جديده بس انا عايز فكره افضل او مثلا اللي هو ايه يبقى اكتب هنا وانا ادور في اسم الموقع او في الوصف او اي حاجه بالكلمه دي تطلع لا انا في فكره ثانيه يعني ممكن مثلا تكتب مثلا رقمين او حاجه او مثلا حرفين أيوة. تحت الليست ليهم بالظبط هو ده اللي هعمله خلاص واخليه فيكسد سنجل وعايز ليست هنا تتملي تحتيه هنا كده بكل المواقع اللي فيها الكلمه اللي هو بيبحث بيها مثلا مثلا هيكتب كلمه تعليم يعني مواقع تعليميه مثلا او حاجه زي كده هو ما يكتب كلمه تعليم يطلع له كل المواقع اللي هو مسجلها بتاعت ليه الحاجات بتاعت التعليم فممكن اجيب له هنا حاجه اسمها ليست بوكس احنا بنحلم احنا قاعدين بنحلم فيطلع لك هنا كل مواقع بنفس الكلمه اللي انت بحثت ايه بحثت بيها تمام كده ما قبل ما نظبط الاول الدنيا وبعدين يعني ايه كفايه اسيب نص البرنامج مرسوم كده وامشي وقوم جاي هنا في الحته دي عايز الموقع يفتح هنا هلاقي فيه هنا تول في التول بوكس اداة اسمها ويب براوزر اسمها ويب ايه ويب براوزر اشدها واحطها هنا هنا هيبقى الموقع يفتح هنا الموقع هيبقى ايه هيبقى يفتح بعدين بقى ربنا يسهل لنا كده خلاص يبقى احنا الوقت لو جينا تخيلنا ادي المنظر بتاعنا بتاع الايه البرنامج بتاعنا او الشاشه اللي لسه هنعدل فيها برضه لسه هنظبط فيها اكتر من كده على حسب الطلب بتاعنا يبقى فيديو